Hello. Thank you. مرحبا وشكرا جزيلا على دعوتي للانضمام إليكم اليوم وشكرا لأنكم تريدون الحصول على معلومات إضافية بشأن ليتوانيا والأشخاص الذين سيستمعون إلينا اليوم سيعرفون أن دولتنا صغيرة فنحن ذات عدد سكاني يبلغ 2,200,000 ولكن نملك كل المكامن الخاصة بالاستدامة بالإضافة إلى الابتكارات الخاصة بهذا المجال كما نعمل على إنتاج وإذا تأكدتم من ذلك على الأجهزة أحد الليزرات الذي يتم تصنيعه في ليتوانيا وهو من أحد الليزرات العشر المصنعة في هذه الدولة بالتالي بإمكانكم أن تعرفوا أن دولتنا صغيرة ولكن نملك الكثير من المواهب التي تساعدنا على التوصل إلى ما نريد تحقيقه من خلال أهدافنا والآن معرض إكسبو 2020 لشركتنا ولنا يشكل منصة مهمة جدا ونحن نستخدم هذه المنصة فنعرف أن أكثر من 150 دولة قد شاركت في مهب تجارية مع رئيس الوزراء الليتواني ولقد قدموا لنا كما ذكرت الكثير من الحلول بشأن قطاع المعلومات والتواصل والاستدامة والكثير من أيضا المنتجات الغذائية فنحن نعرف أن هذا أحد الأحجام التجارية التي نملكها وهو أحد أحجام التصدير في ليتوانيا ذكرت طبعا موضوع التجارة الشركات التي جاءت للمشاركة هنا وقطاعات اقتصادية معينة تشتهر ربما بها ليتوانيا وتسعى إلى تطويرها أكثر تطوير شركات اقتصادية بهذا الإطار حدثينا عن هذا الموضوع ما نحاول فعله هو أننا نعمل على العمل بشكل خاص على التصدير فنحن نعرف أن حجم التبادلات التجارية تركز كثيرا على التبادلات التجارية ونعرف أن منطقة مجلس التعاون الخليجي مهمة لنا بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط فنحن نبحث عن عقود جديدة أما زيادة الوفود رفيعة الشأن هي لمقابلة مسؤولين من هذه المنطقة وذلك سيسمح لنا بالحصول على دافع جديد كما سيلهمنا لتحسين عملنا كما نحن نفكر بأن ذلك سيساعدنا على المضي قدما في هذه المجالات فضلا عن ذلك لقد وقعنا على عقود جديدة مع منتجين غذاء وحتى اليوم بإمكانكم أن تجدوا في العديد من المتاجر في أبوظبي ودبي بعض المنتجات الغذائية التي نحن فخورون بتصديرها فنحن نملك من أفضل أنواع الجبنة من حول العالم كما بإمكانكم أن تجدوا مياه من مصادرنا وينابيعنا فضلا عن ذلك نحن نريد أن نعمل بشكل وثيق أكثر ولا سيما في مجال الخدمات المالية فنحن نحقق نجاحات كبيرة وإنجازات كبيرة في هذا الصدد نحن صغار بالحجم ولكن نحن نريد أن نعمل مع بقية العالم ومع ومع دولتكم لأن نريد التعاون معكم ونريد العمل على منتجات جديدة معا وهذه الخطوات البسيطة التي اتخذناها من جانبنا ستساعدنا قدر الإمكان لتحقيق ذلك وأنا متأكدة من أنه في المستقبل القريب وبعد بضعة أشهر ستكون لدينا فرص للتحدث مجددا عن المشاريع الكبيرة التي نحن بصدد أن نبدأها ذكرتي موضوع الاستدامة موضوع قطاع الغذاء مهم جدا اليوم في العالم إلى أي حد ترون مجالات التطوير والاستثمار أيضا بقطاع الغذاء وأيضا عبر تطبيق أسس الاستدامة التي تسعى إليها دول العالم كافة Yes, of course. Again, sustainability. Let's see. دعوني أقول التالي إذا كنا نتكلم عن الاستدامة فنحن نعرف أن الكثير من الشركات والكثير من الدول تحاول قدر الإمكان أن تقول أنها مستدامة ولكن إذا أتيتم إلى ليتوانيا بإمكانكم أن تكتشفوا أننا نعمل على إنتاج الكثير من المنتجات من خلال بعض المعايير المستدامة وبما أننا لا نملك نفط وغاز ونعرف أن الطاقة المتجددة بالنسبة لنا هي إحدى الأولويات التي نشدد عليها ونحن نعمل على لوحات الطاقة الشمسية وغيرها لتوليد الطاقة بالتالي نحن نركز على هذه القطاعات أنا أدعو الجميع إلى المجيء إلى ليتوانيا وكل الزوار الذين يأتون إلى جناح ليتوانيا
علما أننا كنا ننتظر المشاركة في هذا المعرض منذ سنوات، ونحن نركز كثيرا في جناحنا على كل ما بإمكاننا تقديمه، ولقد حضرنا هذا الجناح من قلبنا، وذلك لنظهر ماذا بإمكان دولتنا أن تقدمه لبقية العالم، وبإمكانكم أن تكتشفوا كيف نعمل باتجاه